السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا على قناة مرتاك على اليوتيوب. هذه غيبة عندي ياسر ما درت لكمش فيديو جديد قريب، رانا في 20 يوم ما درت لكمش على غالب حكم عليا رمضان اكيد مع الخدمة عييت ديزولي. وبمناسبة المدة هذه اللي طولتها حبيت ندير لكم فيديو بونيوس. الفيديو بونيوس هذا نجمو تقولوا ما هوش الضمان تاع الخدمة تاعي، مي حبيت نعاونكم لانه جاوني دي كيستيون ياسر في لاباج تاعي تاع الفيسبوك اللي هي مراتك. دونك نعاود نذكركم اول حاجه بلاباج تاعي تاع الفيسبوك اللي هي مراتك. تروحوا الفيسبوك تكتبوا جوست مراتك والا www.facebook.com/muratek.youtube. الفيديو تاع اليوم راح نتطرق فيه وبيان نتحدد فيه على دوموند فيزا USA، معناها الولايات المتحده الامريكيه بالنسبه للجزائريين. في الفيديو هذا راح نشرح لكم اكزاكتومون واش لازم ديروا باش تحكموا ان رونديفو، لو دوسي ا فورنير وشو هو الدوسي اللي تطلبوا باردون الولايات المتحده الامريكيه على لي دومونديور تاع الفيزا الجزائريين، وش هي مده الفيزا، اقل مده تنجم تداها والا اكثر مده تنجم تداها، لانه في الانترنت كيما راكم حوستوا المعلومات هذه راهي انديسبونيبل، معناها ما كانش. دونك في الفيديو هذا حبيت نسهل عليكم لا بروسيدور. اول حاجه ديروها توجور انكم تروحوا لموقع الانترنت الخاص بالكونسولا وبيا لومباساد تاع الامريك في الجزائر اللي هو french.algeria.usembassy.gov، كما راكم تشوفوا فيه اسفل الشاشه. انا عاود french.algeria.usembassy.gov/type-6visa.html باش يعطيكم ديريكتومون لاباج تاع لي تيب دي فيزا اللي راهم متعلقين بالجزائر، لانكم كون تروحوا للسيت هذاك يديكم لو سيت جينيرال فيه الاخبار فيه القوانين اكسيتيرا، ثم ما تحتاجوش هذوكم، تحتاجوا ديريكتومون لاباج تتعلق باللي فيزا تاعكم. ليسونسيال راكم تشوفوها اسفل الشاشه تنجموا تكتبوها اليز. دونك كيما تدخلوا للسيت هذا يخرج لكم كيما راكم تشوفوا فيه في الشاشه معايا انا. في لاباج هذه واش عندنا ابارتيو دو 3 جانفي 2010 توت لي دوموند دو فيزا ا جي او بيان جي دواف اتر افيكتوي الكترونيكمون يوتيليزا لو فورمولير دي اس 116 اون لين، معناها باللي ا بارتير دو موا دو جانفي 2010 بدو لا بروسيدور. قبل كانت عندك فورمولير تمبريمي وتعمرو بستيلو وتروح للكونسولا تدفعو نورمال، دركا ما عادتش لازم تعمر لو فورمولير دي اس 116 دي اس 160 بور لي تيب دو فيزا ا جي ولا جي اللي هما فيزيت توريستيك فيزيت فاميليال وفيزيت ديتود، معناها هذوما لي 3 كالي كاينين. تاني حاجه نتعرفها باللي اقل مده ينجموا يمدوها لكم هي اسبوع، واكثر مده ينجموا يمدوها لكم هي 3 سنوات، لانه قبل لاني 2013-2014 الكونسولا تاع الامريك كانت تمد اونيكمون 3 اشهر كاقصى مده لفيزا. الحمد لله في ابارتيغ دو 2014 طلعوا فيها الجزائريين لمده وصلت حتى 3 سنوات، وكي نشوفوا البلدان الاخرى كيما المغرب تونس اكسيتيرا المده راهي توصل حتى من 5 الى 10 سنوات. للاسف الجزائر كالعادة احنا مازلنا شوية متخلفين ومع دراع الكلمة هذه في الضمان هذا. دونك الحمد لله 3 سنين رانا قابلين لها خير مما كانش بيان سور. دونك أول حاجة ديروها كيما تدخلوا تبعوا لي دوز ايتاب اللي قلتهم لكم، تروحوا الفورمولا تاعكم دي اس 116 تكليكيو على اللين هذا يتحل لكم في ان نوفيل باج، تخرج لكم لو سيت هذا. مع العلم انه الست هذا راهو ديسبونيبل باللغه الانجليزيه وكذا اللغه العربيه، لكن لو فورمولير باش تكونوا على بالكم راهو متوفر اونيكمون باللغه الانجليزيه، وكاين معاه ليتل بيت اوف هينتس. معناها هينتس؟ هينتس معناها كاين دي زيتوال والا علامه استفهام قدام كل جمله. باغ اكزومبل كيقول لك هو اكتب لي يور فول نيم يور فاميلي اند شور نيم، كاين دي جون ما يفهموهاش على غير مشهم قايلين اونجلي، كاين قدامهم علامة استفهام كي تكليكي عليها يعطيك الترجمة باللغة الفرنسية، وهذا في بعض الحالات المستعصية اللي ما تفهموش فيها اللغة. ثم دونك كي تدخلوا السيت هذايا لازم عليكم تروحوا عن فوتوغراف اغري، فوتوغراف اغري حوسوا عن فوتوغراف بركا قولوا له حابين نديروا فوتو فيزا امريك. الفوتو هذيك تجيكم عندها قياسات خاصة ودي كاركتيرستيك خاصين، يعطيها لكم في ان فلاش ديسك والا ان سي دي بلس، يعطيكم فوتو تديوها معاكم. اما تخيروا هنايا البلاد تاعكم اللي هي الجيرز والا الجيريا، وابخي ديروا له فوتو ستاندرد جايد والا تيست فوتو. كي عندكم لا فوتو رحتوا صورتها ويعطيها لكم في الفلاش ديسك ديروا له تيست فوتو. هنا ديروا له تشوز ا فايل، تخيروا الفايل اللي على فوتو
اللي راكم حابين تبعتوها تخرج لكم هنا ابري يدير لكم السيت لو تيست على فوتو هذيك اسكو راهي تصلح ولا ما تصلحش. دونك بعد يدير له باك او كانسل ابري يدير له ستارت ان ابليكيشن. ابري ما تكمل تبعت لا فوتو تاعك يدير له ستارت ان ابليكيشن يدوموند عليك دي كيستيون سيكريت معناها سيكوريتي كويستيون. ها كيما قلت لكم عندكم علامه استفهام كي تكليكيو عليها يشرح لكم اكزاكت واش معناها لوكا هذاك. اعطاكم الترجمه تاعها بالاسبانيه للاسف هنا نجمو تخيلوا ابري الترجمه تاعها باللغه الفرنسيه. هذاك بالنسبه للدي اس 116 ان شاء الله عن قريب راح ندير لكم حصه سبيسيال للدي اس 116 كيما تعمروه لانه لازم نعدي نصور ونحط لا فوتو تاعي اوبليجي ونعاود نعمر لي انفورماسيون معناها الفو ندير حاجه سيريوز باش نقدر نكسيدي لا باج هذيك. ما قدرتش ندير لكم باج دو تيست لانه ما يخلينيش يدوموند عليا اي فوتو صحيحه. ابري ما تكملوا تعمروا دي اس 116 الفو تحكموا ان ابوينتمنت معناها تحكموا ان ابوينتمنت تحكموا ان رونديفو. كيف تحكموا ان رونديفو؟ اكسكيوز مو نخيروا قبل ما نحكموا رونديفو نخيروا لو تيب دو فيزا تاعنا جينيرالمون لا بليبار تاعكم راح يخيروا تيب دو فيزا افير او بيان توريزم. نخيروا لافير او بيان توريزم يعطينا هنايا كيف كيف توجور عندك selon les lois sur immigration tous les demandeurs de visa touristique et d'affaires doivent prouver qu'ils sont admissibles à un visa. هنا لا فوتو هذه كما قلت لكم قبيلاتك لازم تتبع قوانين وتتبع شروط لازم تتبعوهم ثم ما عليكم غير تروحوا للفوتوغراف هو دابا راسو ابري ما تكمل تعمر لو دي اس 116 معطاكم هنا اكزاكتومون لي زيتاب تاعكم في لاباج فوتو واش لازم يكونوا واش لازم تكون لابس فيها ولا طاي تاعها. عندكم تعمر دي اس 116 تحكم ارونديفو تاعك وابخي تروح لونتروف. دونك تخدم انكور دي اس 116 نخير الدولة الجزائر. كي تكمل تدير لابليكاسيون تاعك ستارت ابليكيشن ابخي ما تكمل تعمل لي انفورماسيون اي تو ديريكتومون لو سيت حيعطيك لا مان انك تحكم رونديفو يعطيك لي دات ديسپونيبل باش تحكم رونديفو. رونديفو هذا اعمل في حسابك حاجه باللي بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه ماهيش كيما فرنسا ولا انجلترا ولا اسبانيا اي تو معناها في نهار الرونديفو تاعك مش حتروح تدي ان دوسي سامبل وتروح تمدو ويسيني لك ويقول لك روح. نو تبعوا معايا كيف حتكون لا بروسيدور. لا بروسيدور تاع الفيزا لاميريك شويه كومبليكي مي لا كومبليكاسيون تاعها دير التعقيد تاعها خلاها متاحه للناس الكل مش كيما فرنسا يتمسخروا بكم يديو لكم في دراهمكم فينالمون يطولوا لكم 15 يوم باش يرجعوكم لا ريبونس حاطين روحهم دي ديو حاطين روحهم اليها هما تاع فرنسا هذوما يحكموا في ليزالجيريان يمدوا له فيزا مدولوش يطوطوا عليكم مع باليش كيفاه يقيموا في روحهم فينالمون ميم با يعملوا لكم ان رومبورسمون. لاميل كيفاش تدخل الكونسولا نهار رونديفو تاعك معاك لو فورميلار ومعاك لو دوسي تاعك اللي حنشرح لكم ابري الدوسي وش هو. تدخل داخل تلقى دي جون يضحكوكم في وجوهكم دي جون فريمون جونتي يستقبلوكم تقعد تستنى في اون سال تجي دالتك يحكي معك لاجون يبوزي لك كلكو كيستيون بلا لونغ اللي تحبها انت فرونسي والا انجلي. هذاك هو عطو لونتروتيان تاعكم جينيرالمون لي كيستيون واش حيكونوا يقول لك باغ اكزومبل اسكو عندك باك تقول انت وي ونو بارفوا ما يبداك يقول لك هز يدك اليمنى جوجي احلف لي بلي راح تقول الحق تحلف له انت بلي راح نقول الحق ابخي يبوزي لك اون كيستيون عندك باك ما عندكش واش هو النيفو ديتيود تاعك اسكو تخدم ما تخدمش قد سنه وانت عندك تخدم واش رايح دير في لاميريك وقاد ثاني بوزي لك كيستيون بياج اللي هي لكن تقول انت باغ اكزومبل رايح لنيويورك يقول لك نيويورك هذه وين جايه في لاميريك. دونك ماذا بكم قبل ما تحكموا لونتروتيان تاعكم بروغراميو اكزاكت البلاصه اللي رايحين لها لازم تكونوا عندكم معلومات ملمه بالبلاصه هذيك اون كاو بوزي لكم كيستيون ما تحصلوش. وننصحكم نصيحه اخويه جامي تريبوندي على اون كيستيون كي يبوزيها لك لاجون تاع فيزا بنو وتسكت توجور. لكن عندك كيستيون ما عنديش باك مي جو سوي ان تكنيسيان سوبيريور اون انفورماتيك مي ما على باليش عندي حاجه ديزولي على الحس باسكو طحت حاجه دو كوتي ديزولي انكور. ابخي ما تكملوا لونتروتيان تاعكم سير بلاس رايحين تتشوكاو يهز لاجون باسبور تاعكم يقول لك وي ميسيو راح نمد لك الفيزا الفو باسيونتي معايا تنوض تصور تعمل لي فوتو تاعك بيومتريك والبصمه تاعك وترجع له ابري 48 اور تهز الباسبور تاعك افيك فيزا كي يعود لاجون مش راح يمد لك الفيزا يقول لك ميسيو جو نو با تو دوني الفيزا باسكو ما بروفيتيليش باللي راح ترجع لبلادك. معناها الدوسي واش حيكون باش تبروفي لهم باللي راح ترجع لبلادك لازم تدي لهم لكن عندك ان كونت اون دينار تدي لهم ان كونت اون اورو
تديهم لي فيش دو باي تاعك لا تيساسيون ترافاي البروميس دو ترافاي لكان عندك ترافاي مزلتي راح تطول فيها على 3 4 سنين اخرى تديهم بروميس دو ترافاي لكن خدام بكري نتايا دير لهم اتيساسيون ترافاي قديمه تبروفي بلي راك خدام قديم لكن عندك كان بيزنس هنا دير لهم ريجستر دو كوميرس تاعك السي في تاعك ليسونسييل دير لهم لو دوسي اكزاكت لي يساعدك باش تبروفي بلي راك رايح لاميريك وترجع لبلادك لكن مزوز كيف كيف فيش فاميليال لكن عندك دولا فامي هنا في الجزائري دير لهم فيش فاميليال ودي معاك لي فري فامي باش تبروفي بلي عندك فامي راح ترجع لها هنايا يعني ليسونسييل لاميريك واش تحوس عليك تكون عندك دراهم باش تصرف على رفقك تما ويكون عندك حافز لو موتيف باش ترجع لبلادك كي توفر فيك زوج شروط هذوما الفيزا تاع لاميريك راهي غارونتي تنقص شرط من الشروط هذوما يقول لك جو فيكسكيوز جو فوز اكسكيوز باردون الفيزا ما نجمش نمدها لك مي ما يطولش عليك ما يطولش عليك ما يخليكش تستنى 15 يوم بور ريان دي تو سير بلاس يعطيك لا ريبونس تاعك ويهنيك حاجه اخرى نتعرفوها لكن ريفوزاو لك الفيزا تاعك لاميريك لا بروميير فوا غير ما كان لها تعب روحك دوموندي اون اوتر دو ما تعملش اون اوتر دوموند غير لا كان بدلتي لا سيتوياسيون بروفيسيونيل والا لا سيتوياسيون سوسيال تاعك لكن كنت مش متزوج ودومونديتي فيزا والا الخدمه تاعك جديد فيها وما دارولك داولك ريفوزي غير ما كان لا تعاود دير دوموند اخرى باسكو مش راح يمدولك غير لا كان عاودتي زوجتي والا خدمتي حكمتي خدمه استعبل وطولتي فيها لتما قادر دير دوموند دي ريكونسيديراسيون معناها لاجون يعاود يقرا الملف تاعك ازيرو ويعاود يفيريفي معاك بالك يقدر يمدلك اون فيزا ابخي ما تكملوا هذوما كل تستنى ترشاكم الفيزا تاعكم هذه هما المعلومات اللي لازم تعرفوهم في الدوموند فيزا لاميريك اي معلومات اخرى ما عرفتوهاش وبيان سور عندكم اي تساؤلات اخرى كالعاده مرحبا بكم في لاباج فيسبوك تاعي مراد تاك www.facebook.com muradtech.youtube نتقبل لي كيسيون تاعكم في اي وقت جوست برك تبعثوا لي كيسيون ماذا بكم تستناو شويه باسكو في النهار يجوني من 100 حتى 200 كيسيون دونك ماذا بكم تستناوني وش حنقول لكم في لافان صحه رمضانكم كل عام وانتم حيين بخير ولا كان ما خدمتش فيديو منا اللي فضل رمضان هذا نقول لكم عيدكم مبروك وكل عام والشعب الجزائري بخير نقولكم انكور الى اللقاء تهلاو في روحكم وباي باي.